بشكر زميلنا كامل يوسف على التقرير الجميل عن الحقوق الملكية الفكرية وقد ايه احنا بيقابلنا مشاكل كتير في البلد بسبب القصة دي، ان انت بتبقى عندك عاوز يعني حاجة انت فكرت فيها بشكل شخصي، فكرة بتاعتك انت، بس عشان ما سجلتهاش وما خدتش وما معكش ورق رسمي بيها بتروح لناس تانية، وناس تانية بتستفيد منها ماديا ومعنويا وكل حاجة. نتكلم بقى عن ايه دلوقتي؟ نتكلم عن الثقافة القبطية. هو احنا ليه ما عندناش ثقافة قبطية؟ يعني ليه لما ندخل الكنيسة ما نعرفش مثلا الايقونات دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا؟ يعني كتير بدخل الكنايس اليومين دول تبقى كنايس معاها فلوس ان هي تجيب يعني ايقونات حلوة كده، وتلاقي كلها فن ايطالي، وبعدين تقول له طب ما جبتهاش ليه فن قبط؟ يقول لك اصل دي شكلها حلو، يعني دي شكلها حلو، الفن الايطالي شكله جميل يعني، لكن ما عندناش فكرة الأصول والجذور بتاعتنا، مش عارفين كتير عن الثقافة القبطية، لا عن أيقوناتنا، لا عن فنوننا، لا عن الكتاب بتوعنا، لا عن يعني الحاجات بتاعتنا الخاصة بينا إحنا اللي هي الهوية القبطية. ما عندناش ما يسمى بالهوية القبطية، الأصول والجذور اللي تربطني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. زي ما عندي هذه الثقافة، مش متعمق في الثقافة، لكن على الأقل كده لما بدخل اشوف حاجه بعينيا ابقى فاهم ده ايه وايه اللي بيحصل. نسال اسئله كتير، لكن اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، المهندس ماجد الراهب، رئيس جمعيه الحفاظ على التراث المصري. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيكم، منورنا. تايش، ربنا يخليك. يعني ايه المقصود بالثقافه القبطيه؟ انا مش بعد اذنك هعلق على الاستهلاله بتاعتك. اي الثقافه القبطيه لا تعني ثقافة كنسية خالص. قبطية يعني مصرية. قبطية يعني مصرية، عشان كده يمكن أنا كان هدفي النهاردة إن احنا نتكلم عن الثقافة القبطية بوجه عام، إنه المجتمع كله ما عندوش ثقافة قبطية. لكن حضرتك تتفق معايا إن احنا ككنيسة طبعا ليها جانب طبعاً كبير في هذه الثقافة الكنيسة جزء من المجتمع. الكنيسة جزء من المجتمع، وعايز أقول لك إن أولادنا معدومي الثقافة القبطية. أي الثقافة القبطية عشان بس نوضح للناس، ليست مرتبطة بالكنيسة اطلاقا. الثقافة القبطية دي حاجة ملك المجتمع كله، ملك الدولة، وزي ما انت قلت انه هوية. الهوية هي هويتي ايه؟ انا هويتي مصرية، مرت بكذا عصر، مصري قديم، قبطي، اسلامي، فكل ده بيشكل الهوية بتاعتي. احنا عندنا قصور شديد جدا في النقطة دي بالذات، وللأسف ده جه خلط من انه قبطي بنقولها ان هي مسيحي، لكن قبطي يعني مصري، مش مظبوط بالظبط كده. انا يعني نفسي يبقى في حملة قوية جدا، واتمنى القناة بتاعتكم تتبنى هذه الحملة، انه ازاي نخلق ثقافة قبطية. طب بس أنا بس عشان باشمهندس، عشان يعني الكلمتين اللي أنا كنت مذاكرهم يعني مش قبل الحلقة، لكن اللي أنا اتعلمتهم من قبل كده بسنين يعني. اتفضل. إن هي الكنيسة، عشان نفرق بس، طب إيه الفرق ما بين الكنيسة القبطية والطوائف الأخرى؟ إن الطوائف الأخرى كتير منها أو يمكن كلها هي ثقافة غربية في طريقة الصور بتاعتها في كل حاجة، لكن أنا كنيستي اسمها الكنيسة القبطية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعني الكنيسة المصرية القبطية، فمحتفظة بكتير جدا من التراث القبطي بما فيه اللغة القبطية، بما فيه الأيقونة القبطية، بما فيه حاجات كتير. صح كده ولا لا؟ معاك، لكن أنا بتكلم حاجة أشمل وأوسع. تمام، اللي أنت بتقوله ده صح، ويمكن لو حصل انه في لقاءات تانية انا عامل مقترح لمنهج التربية الكنسية، انه ازاي اوصل ثقافة قبطية لولادنا في مدارس الاحد. ده حركة يعني ده هيتنفذ ولا لسه؟ لا ده مقترح لسه هرفعه. نشتغل في اليوم السنة دي، هو الكنيسة هتحتفل بمرور 100 سنة على المدارس الاحد. يعني انا هتقدم بيه لقداسة البابا يشوف ازاي يقدر نحقق الكلام ده. موضوع الايقونه مر بمراحل كتير انت اشرت ليها، من ضمنها المرحله بتاعه التراث القبطي او الملامح القبطيه للايقونه. احنا لغايه دلوقتي متخبطين، يعني احنا لغايه دلوقتي ما عندناش دراسه جاده
احنا اللي بنشكله دوت او اللي بنرسمه ده نتاج ايه؟ هل نتاج وجوه الفيوم في القرون الاولى ولا نتاج الجداريات اللي معمولة في القرن السابع ولا الايقونات اللي اتعملت في القرن الـ13 ولا نتاج الورش بتاعت الايقونات اللي كانت على يد ابراهيم الناسخ وأناستاس الرومي، ودول كلهم ما كانوش مصريين، كانوا يعني جايين من القدس او جايين من طوائف اخرى، لكن قعدوا في مصر واسسوا مدارس. احنا محتاجين ندرس الكلام ده، احنا محتاجين ناخد كده. يعني هو لغايه دلوقتي لسه مش معروف؟ معروف، لكن ايه الخط اللي احنا مشينا عليه؟ احنا مشينا على خطوط كتير جدا، احنا خدنا من البيزنطي وخدنا من مدارس الحديثه، خدنا من كل حاجه. في مدرسه ايزاك فانوس تاسست، ويعني هو قال انه هو ده الفن القبطي الاصلي. لكن احنا عايزين دراسات جاده، احنا عايزين نوصل يعني ايه ثقافه. تعرف يعني ايه ثقافه؟ كلمه ثقافه يعني ايه؟ طبعا نبتديها من الاول. ثقف الشيء يعني هذبه. ليس مقصود بالثقافه التعليم، يعني مش معنى ان انا عندي شويه علم ابقى مثقف. بالظبط، تمام. الثقافه هي تهذيب، هي ادراك، هي كم من المعلومات لكن في منظومة واحدة مش عشوائية. الثقافة بتخدم الهوية، وده اللي احنا عايزينه. يعني الثقافة هي اللي بتميز الشعوب، يقول لك الكالتشر بتاعها. بالظبط. الجينات المصرية موجودة في كل المصريين، ومنها الجينات القبطية او اللي هي الثقافة القبطية. يعني انا هقول لك على حاجة برضو دي محتاجة بحث ومحتاجة دراسة، في ناس طبعا اشتغلوا عليها. احنا ما بنتكلمش عربي، احنا بنتكلم مصري. مصري وتفرق كتير. صحيح. طيب اللغه المصريه دي ايه؟ ما هي اللغه القبطيه، تطوير للغه المصريه القديمه. اللغه العربيه لما دخلت كانت صعبه بالنسبه للمصريين، فطوروها وعملوا اللغه المصريه. احنا عملنا فيما يسمى بتمصير اللغه العربيه. بالظبط، صح كده. بالظبط، وما بقتش لغه عربيه خلاص. يعني احنا بنتكلمه دلوقتي ده مش لغه عربيه، تمام، احنا بنتكلم لغه مصريه. اللغة المصرية مش عايز اقول لك اكتر من 5000 كلمة اصلها قبطي. والكلام ده يعني اتقال فيه طبعا بنقوله كتير. لكن الدراسات ده اللي انا عايز اوصل له بقى. احنا في اللغة العربية عندنا فعل وفاعل ومفعول به ومش عارف ايه والكلام دوت. الكلام ده مش موجود في اللغة المصرية. احنا بنسهل كتير جدا، نقدم الخبر، نعمل يعني نقدم المفعول به، حاجات كتيرة قوي، تلاكيب لغوية اختلفت تماما عن اللغه العربيه اللي هي الفريم بتاعها معروف. ما نقدرش نقول ان احنا يعني تحولت الى لغه مصريه، يعني ممكن هي الاقرب لهجه مصريه. لغه؟ لا مش لهجه، لغه. ليه؟ طالما فيها قواعد فهي تبقى لغه. عشان كده اللي انا بقى طالب بيه، ويا ريت يعني نقدر ننظم مؤتمرات وحملات كتيره، ويمكن انا بفكر ان احنا كجمعيه نعمل حاجه زي كده، انه ازاي نصل لمرحلة انه كل ولادنا يبقى عندهم قدر من الثقافة القبطية. لانه زي ما قلت الثقافة مرتبطة بالهوية، مرتبطة بالجينات الحضرية اللي عندنا، مرتبطة بالانتشار. يعني مفيش عندنا، اقدر اقول مثلا البلد دي بس هي اللي فيها ثقافة قبطية، لا، الثقافة القبطية منتشرة من اسكندرية لغاية اسوان، ومن رفح لغاية ليبيا. فطالما فيها هذا الانتشار يبقى الثقافة موجودة. لكن ازاي احددها وازاي امنهجها وازاي اخلي الناس تعرفها؟ يعني الناس ممكن بتتكلم وما تعرفش ان دي كلمات قبطية، الناس بتمارك سلوك وما تعرفش ان هو ده ثقافة قبطية. هديك مثالين بسرعة. الثقافة القبطية سبقت العالم كله في حاجات كتيرة. زي ايه يا فندم؟ زي ايه؟ عندنا واحد اسمه كليماندوس الاسكندري. طبعا. ده كان عميد مدرسة الاسكندرية. وده من يعني الشخصيات العالمية في العالم كله، لكن للأسف مش واخد حقه في مصر ولا في الكنيسة. طبعا. الراجل ده عمل نظرية اسمها نظرية التكوين وليس التلقين في كتاب المربي، ويمكن أنا اتكلمت عن كتاب المربي قبل كده. التكوين والتلقين يبقى حاجة خاصة بالتعليم. بالظبط. تمام. النظرية التكوين ديت اللي عملها في القرن الثاني
العالم كله معرفهاش غير في القرن العشرين. يعني واحد اسمه واتسون هو اللي حط نظرية التكوين في التعليم في القرن العشرين. طب ما كانت عندنا في القرن الثاني. يعني القديس كليمندوس السكندري هو اللي جاب فكرة التعليم التكويني ده اللي هو دلوقتي الشائع في بلاد الدول العالم المتقدم اللي احنا بنحاول نعمله في خلال السنين اللي جاية. نتمنى على يد وزير التربية والتعليم أفكاره يعني إلى حد ما كويسة. لكن احنا كل اللي شغالين عليه تلقين. احنا ما بنعملش تكوين. دروس خصوصية. بعمل لهم نماذج امتحانات بحفظهم الأجوبة النموذجية بيخش يحط الكلام ده على الورق يطلع نسي كل حاجة. أنا ما بكونش شخصية أنا بلقن. فده تخيل ده نموذج. بس انت حضرتك عايز تقول لي ان انا لازم يبقى عندي معرفه بالقديس كليمندوس مثلا وفكره كده. ده بالاولى يكون عندي معرفه ان كان في مدرسه اسمها مدرسه اسكندريه يعني وان اول واحد بعد القديس ان ماري مرقس هو اللي اسس واول واحد القديس يوستوس كان اول اعتقد مدير لمدرسه اسكندريه بعد ماري مرقس. يعني حاجات المفروض بتبقى بديهيات ان انا يعني ديت يمكن اوكي مش لازم نعرفها قوي التسلسل ومين اللي ماسك العماده بس على الاقل بقى عارف ان كان في مدرسه كان في مناره طلعت ايه طلعت ايه تمام. يعني ده مهم جدا طلعت ايه صحيح. النموذج الثاني اللي هقوله لك وللاسف اعتقد نسبه قليله جدا اللي تعرفها واحد اسمه يوحنا الشفتيشي. ده كان قس كان عايش في فرنسا طبعا. الراجل ده عمل ايه؟ ده بتاع مين نابليون فرنسا وهو اللي يعني هو اللي حل حاجه الرشيد مشكله طبعا اللغه الهيروغليفيه مع شامبليون الشفتيشي طبعا. في حد بيجيب سيرته؟ قسيس يا فندم. كان قسيس. في حد بيجيب سيرته؟ لا. في حد يعرفه؟ حد يعرفه في مدرسه الاحد؟ لا. خلينا على مستوى الكنسي بقى. حد يعرفه في المدارس؟ لا. فيش. رغم ان نابليون اتكلم عنه يعني نابليون قال ان نابليون هو وحتى شامبليون شامبليون لما هو بيأرخ الدراسه بتاعته قال لك اكتر واحد ساعدني هو لان هو اللي علم شامبليون اللغه القبطيه وشامبليون اتقن اللغه القبطيه بعد فتره وجيزه جدا يتكلم عن نفسه ويقول كده وده كان المفتاح ان هو يفك رموز حجر رشيد. احنا المفروض نفتخر بشخصيه مثل قس يوحنا الشفتيشي. صحيح. هل بيدرس عنه كلمة واحدة؟ لا. في مناهجنا؟ هو ده اللي أنا قصدي عليه إن إحنا لازم يبقى عندنا ثقافة قبطية. ولازم نفصل تماما وبكررها أكتر من مرة. ثقافة قبطية يعني مش ثقافة مسيحية. أنا ما ببشرش بالمسيحية. صحيح. لا أنا بقول إنه لازم يبقى عندنا ثقافة قبطية لأنها جزء من ثقافة المصرية والهوية المصرية. إحنا عدنا فترة كبيرة جدا يعني من القرن الأول الميلادي لغاية القرن الـ13 المتسيد في مصر إيه؟ تراث قبطي. صحيح. صناعة، فنون، إنتاج، اختراعات، طب، كل مناحي الحياة كانت قبطي مصري وهم اللي حافظوا على كل التراث اللي احنا خدناه. صحيح. فالكلام ده لازم يبقى للعامة ولازم يبقى لأولادنا ولازم يبقى في الكنائس لازم في كل حتة يبقى في سبوت على هذا الكلام. احنا للأسف شبابنا خلاص ابتدى يعني مش عايز اقول لك وصل لمرحلة الكفر بالمصرية وبالهوية وحاسس انه ما عندوش سند يحمي ظهره. هي فكرة الهوية نرجع لها تاني ان احنا ما بقيناش الشباب او يعني عدد كبير من الناس ما بقاش عنده الهوية المصرية. مش هقول الهوية القبطية بقى عشان ما نكررهاش كتير. الهوية المصرية اللي يعني قبط يعني مصر زي ما اتفقنا بس عشان يبقى على ودان الناس كلها يعني مصاغة حلو مصاغة الهوية المصرية ما عندناش. بالظبط. فأي مشكلة أعيش تحت أي يعني تحت أي سماء وفوق أي أرض وما فيش اعتبار لا الوطن ولا الكنيسة وكله زي بعض وكله حلو. بالظبط. التعليم دلوقتي لازم يعي لهذه النقطة وأنا أتمنى من خلال برنامجكم أنه يكون حد سمعنا في وزارة التربية والتعليم أو في المناهج الجديدة اللي بتتحط أنه يتحط قدر كافي من هذه الثقافة قدر كافي من معلومات. استعينوا بينا لو أنتم ما عندكوش حد وبعدين دلوقتي في
كم كبير جدا من الدكاترة بقوا متخصصين في هذا الثقافة. أنا لو أنا عايز أعرف أكتر عن ثقافة القبطية أو الثقافة المصرية أروح فين وأجي منين؟ تقرأ، يعني هو القراءة وطبعا ما فيش حد بيقرأ دلوقتي. أي. لكن طبعا في جهات كتيرة بتشتغل، يعني مثلا أنا عايز أقول لحضرتك حتى المكتبات للأسف بقت فقيرة في إن هي تديني الزخم الثقافي القبطي، لأنه الناس بعدت عن القراءة. الميديا طبعا سيطرت طبعا، والمواقع السوشيال ميديا والكلام دوت، لكن احنا عندنا مراكز كتيرة شغالة، يعني حتى الآباء الغير مصريين، يعني الآباء الفرنسيسكان عاملين مركز قوي جدا للدراسات القبطية. طبعا عندنا جامعة اسكندرية دلوقتي في قسم للدراسات القبطية ما بعد البكالوريوس، يعني للحصول على الماجستير والدكتوراه والدبلومة، ماسكها الدكتور عصام السيد، من الناس الحلوة جدا في الدراسات القبطية. عندنا الفيوم بتعمل دراسات، يعني عندنا معهد الدراسات القبطية، بس أنا ما بحبش يعني يبقى هو ده الحاجة، لأنه ده كنسي. طبعا. أنا يهمني اللي بره الإطار الكنسي، لأنه هو ده اللي حيدي شعبية ويخلي الناس كلها تحضره. يعني عندنا جمعية الآثار القبطية برضو من المنابر الحلوة اللي بتعمل ندوات وبتجيب ناس من بره يتكلموا عن التراث القبطي، وبيحضرها كم كبير من الشباب ومن المصريين باختلاف بقى دياناتهم. يعني احنا بقى ما بنقولش بقى لا ده قاصر على المسيحيين ولا لا، الكل بيحضر. يعني حتى المتاحف دلوقتي ابتدت تعمل أنشطة، المتحف المصري بيعمل، المتحف الإسلامي، المتحف القبطي. الدور التنويري في القصة دي محتاج أنه كل يشارك، يعني مش محتاجة جهة معينة أو وزارة معينة، بالعكس يعني المجتمع المدني أعتقد حريته في الحركة أسهل وأسرع. تمام. عايز أكلم حضرتك كمان عن إذا كانت الكنيسة هي من أهم المؤسسات اللي بتحاوط حوالين الثقافة المصرية أو الثقافة القبطية وبتحاول تحافظ عليها، سواء كان من خلال الحفاظ على اللغة المصرية اللي هي اللغة القبطية في القداسات وبتعلمها لأولادها من خلال الأيقونات، من خلال حاجات كتير جدا، زي احنا ككنيسة برضو ناخد بالنا كتير. يعني زي ما بقول لحضرتك في موضوع الأيقونات، كتير دلوقتي تبدل الأيقونة المصرية الفن الاوروبي او الفن الايطالي. يا ريت كده وبس، دلوقتي بقى تحط صور وتحط بانر، يعني ما بقتش ايقونه خالص يعني للاسف. يعني هو معلش يعني انا هو في قصور شويه في النواحي الكنسيه، انه للاسف لما بنيجي نعلم اولادنا قبطي بنعلمهم قبطي بحروف عربيه. اي. فالولد يا دوبك بس بيعرف يقرا وخلاص، ولا بيفهم هو بيقرا ايه، ولا عارف النص الأصلي إيه. للأسف في كل القراءات الكنسية حتى لو قرا بحروف قبطي فهو مش فاهم اللي بيقرأ إيه. صحيح. إحنا بنعلم ولادنا يقروا بس، لكن إيه اللي بيقروا ده إيه؟ إيه القواعد اللي مبنية على هذا الكلام؟ مفيش. بخلاف بعض الكنائس أو بعض الإبراشيات، يعني إحنا عندنا إبراشية ملاوي من الإبراشيات الـ عشان الأسقف يعني من الناس الضليعة في اللغة القبطية. بديمتريوس هو متخصص في موضوع القبطي وموصل ده كتير جدا لإبراشيته والأولاد. المفروض الكلام ده يبقى على العامة كلها. طيب. إحنا ما تتخيلش برا مصر إحنا بنتهم بإن إحنا أهملنا لغة مهمة. اللغة دي فكت مشاكل كتيرة في الترجمة. صحيح. يعني حاجات كتيرة قوي في المعابد المصرية لما بنيجي نترجمها بنوصل للكمباريزون بقى بين اللغة دي واللغة دي، اللي بيحل الإشكاليات دي هي اللغة القبطية. صحيح. فإحنا ما عندناش كوادر للأسف. كم واحد عندنا من علمائنا أو من شبابنا بيجيد اللغة القبطية، يجدها كتابة وقراءة وقواعد وترجمة، يتعدوا على الصوابع. صحيح. احنا محتاجين نفتح المجال اكتر، محتاجين
نوعي ولادنا انه دي باشمهندس لغتنا. ماجد، يمكن لو حضرتك قلت لي ايه اللي هيفيدني ان انا ابقى متعرف اكتر على الثقافه المصريه او الثقافه القبطيه، يمكن اتشجع واخد خطوه لقدام. اللي ملوش اصل ملوش مستقبل. مستقبل. احنا كل الاديره وكل الكنايس اللي عنده مخطوطه يا بيبقى محتفظ بيها وفرحان وعنده مخطوطه مش عايز حد يقرب لها لكن ايه الهدف؟ ما حدش عارف، هي بس مجرد انها مخطوطه. لكن الهدف من ورا الكلام ده بقى واللي احنا بنسعى له انه المخطوطات دي تتفتح ونعرف فيها ايه، نقراها بلغتها ونبتدي نترجم ونشوف. سيبك بقى من الكتب اللي هي الطقسيه والكلام ده، لا، في حاجات كتيره جدا، في كتب علميه وفي كتب رياضيه وفي كتب بحثيه وفي فلسفه وفي منطق وفي ادب، كل ده موجود تمام، لكن ما نعرفش عنه حاجه. انت متخيل ذخيره عندك قويه جدا، لكن احنا بنبتدي من الاول، كل عصر بنبتدي من الاول. زي موضوع الفيمنس، القرن الثاني الراجل حط اهم نظريه في العالم في التربيه ولا حد جاب سيرتها لغايه اما جت في القرن العشرين. مصر نفسها صاحبه او يعني المكان اللي ما طبقناهاش لحد دلوقتي بالظبط، ولا نعرف الراجل. يعني هات اي حد كده، ولا حتى لو في كنيسه اقول له تعرف مين كليمنس اسكندري؟ ما اعرفش. لا يعني حتى لو اعرف ان ده يعني ده القديس كليمنس السكندري زي ما بيتقال، لكن ما اعرفش نظريه التلقين والتكوين اللي حضرتك كلمتنا عليها دي. بالظبط. فهي انه الحكايه ان احنا مش هنتحط في فورم تقليدي وبنرجع للسلف والكلام ده، لا خالص. احنا بنعمل دراسات علشان نعرف ونكتشف كنوز الناس دي عملتها. صحيح. ازاي حافظوا على الطب المصري القديم؟ ازاي حافظوا على الحضاره؟ ازاي حافظوا على الفن؟ ازاي حافظوا على الصناعات؟ كل الصناعات اللي هي ظهرت في مصر القديمه، ما كل هي اللي موجوده لغايه النهارده بفعل مين؟ الاباط. صحيح. الفخار والمعادن والنحاس والتشكيل، كل الصناعات اللي ظهرت ما هي كلها ولغايه النهارده بتتعمل، يعني صحيح. احنا ما بطلناهاش. وممكن يكون في حاجات حصل لها تطور او نتيجه لتطور بالزبط. العصر او كده، لكن الاصل بتاعها موجود عندنا بتاعنا يعني. بالظبط. يعني من ضمن الحاجات اللي بتحزنني جدا ابقى قدام المتحف القبطي وينزل واحد من المترو يقول لي من فضلك المتحف القبطي فين؟ يعني ده ابسط حاجه، يعني ابسط حاجه انه الناس تبقى عارفه المتحف القبطي فين ويخشوه، عارفين المتحف الاسلامي فين ويخشوه. صحيح. احنا للاسف في جاب كده كبير قوي بين باشمهندس ماجد، احنا عندنا مشكله ان المتحف الاسلامي ده بتاع المسلمين والمتحف القبطي ده بتاع المسيحيين، يعني فكره ان الثقافه والتراث ده ملك لينا كلنا كمصريين. طبعا طبعا. بل بالاولى ان احنا نطلع سنه لفوق ونقول ملك للانسانيه كلها يعني، فما عندناش احنا الثقافه دي. مين النهارده مثلا هيعمل رحله لشويه ولاد مسيحيين يروحوا المتحف الاسلامي او العكس؟ يعني منين نجيب الثقافه دي؟ هو الجامعات دلوقتي يعني انا من خلال ترددي المتحف طبعا كتير، المتحف القبطي بشوف ولاد كتيره من ولادنا كليات الفنيه وكليات السياحه وفنادق المتخصصين او اللي عايزين يعرفوا للدراسه يعني. لكن لا انا اقصد أنا طبعا العامه انا فاهم طبعا، لا والولاد كمان الصغيرين طبعا. ما ده بقى ده المفروض المدارس هي اللي تقوم بيه. المدارس يعني طبعا انا ولد ابتدائي واعدادي ده انا لازم اربيه متحفيا الاول، يشوف الحاجه بعينيه وبعد كده يبتدي يدرسها. انا لما اخده المتحف الاسلامي واخده المتحف القبطي واخده المتحف المصري الاول، هيشوف الحركه الحضاريه بتاعت مصر كلها من خلال الثلاث متاحف دول. صحيح. وهيحس هو بنفسه، الله ده انا شفتها بس متطوره في المتحف ده، الله ده انا شفتها في المتحف الاسلامي، لا ده انا شفتها. يعني التطور بتاع الحضاره موجود في الثلاث متاحف. حته بقى زي ما انت بتقول عشان هو متحف الاسلامي بتاع المسلمين، ده فكر خاطئ تماما. طبعا المتحف الاسلامي ده بتاعنا كلنا. طيب. المتحف القبطي بتاعنا كلنا. المتحف المصري طبعا بتاعنا كلنا. هي القصه ان احنا عايزين وعي اكتر، عايزين اهتمام اكتر، عايزين ان الدوله تؤمن
بانه الثقافه القبطيه ما هيش ثقافه مسيحيه ولا تبشير بالمسيحي. لسه باشمهندس ماجد بنسعى ان الدوله والناس المثقفين والمتعلمين ان هم يوصلوا لهم الفكر ده. للاسف ده احنا بنتكلم في ابعد بقى، ان احنا خلاص الفكر ده يبقى وصل لهم، وبنتكلم بقى ازاي ولادنا وهم صغيرين يعرفوا ده. ليه وهم صغيرين؟ عشان لما يكبروا، لما واحد يقول له ده مسيحي وده مسلم وده حلو وده وحش، يقول لها يا عم الناس دي حلوه، ده انا لما رحت وقريت عنهم وشفت بعناية عرفت كذا وكذا وكذا. يمكن ده يبقى في مواجهه الارهاب او الافكار اللي يعني انا اعتقد قلتها قبل كده وهقولها وهفضل اكررها في كل يعني مقابله مع في اي مكان. الحقبة القبطية كلها بتدرس في التعليم في 6 صفحات للأسف. 6 صفحات فقط هي ما تحتويه الحقبة القبطية بأكملها اللي هي امتدت أكتر من 10 قرون وممتدة لغاية النهاردة، يعني ما انتهتش. 6 صفحات فقط. مركز يعني، وأنا في المجلس الأعلى للثقافة نادينا بهذا الكلام إنه لازم يبقى في تطوير في المناهج. الجمعية عملنا أكتر من مؤتمر وطالبنا فيه بهذا الكلام. يعني ما بنبطلش، وأتمنى إن هم يسمعونا بقى. يعني أتمنى إنه، لأنه دوت هيفرق كتير جدا. أولا هيبقى في قبول للآخر، هيبقى في بدل ما تقعدش مع جنب جنب المسيحي ولا عشان ده كافر، لا لما ادرس بقى تاريخ الاقباط وتراثهم اللي هو هيبقى تراثنا كلنا، خلاص بقى هتدوب الافكار اللي جات لنا للاسف. حضرتك عايز تقول ان فكره قبول الاخر وان ما وان اللهجه بتاعت مسيحي ومسلم دي اللي بنسمعها واحنا بنشجب وندين ولا كلنا واحد، والحقيقه لما بننزل الشارع مش بنلاقي كلنا واحد وبنلاقي ناس متعصبين كتير جدا، دي اللي يدوبها. وفكره ان انا اعرف بالظبط، اعرف تراثي الاسلامي بتاعي انا كمسيحي وبتاعي كمسلم، تراث القبطي بتاعي كمسيحي وكمسلم، تراث الفرعوني بتاعي بتاعنا كلنا. فكره ان التراث هو ملكنا كلنا دي تفرق معانا. بالظبط. طب انا برضو حابب يعني اكلم حضرتك برضو ونرجع تاني لفكره المعرفه بتراثنا وثقافتنا القبطيه اللي المفروض كلنا نبقى عارفين عنها كتير جدا. ايه الحاجات اللي احنا برضو يعني المفروض نبقى عارفينها؟ يعني هل لازم ابقى عارف مثلا او قريت لبعض الكتاب الاقباط اللي كانوا مشهورين مثلا شمس الدين ابو البركات او الاسامي الكبيره، او اعرف عنهم حاجه؟ يعني ايه الحاجات التانية اللي ممكن اتعرف عليها؟ كل فروع المعرفه فيها اقباط تميزوا. عندنا شعراء اقباط، عندنا ادباء اقباط، عندنا كم كبير جدا من المعرفه للاسف مش واصله للناس. احنا عملنا ايه؟ زي اللي جات كده هوت في سكة حديد وجاء عند محطة معينة وراح قاطع السكة الحديد، قاطع الخط من هنا وقاطع الخط من هنا. ده مجرم. ده مجرم فعلا، واخد بالك؟ جه عند دخول المسيحية مصر لغاية دخول الإسلام راح قاطعين. قالك لا، اللي عمل ده مجرم في حق التاريخ. طبعا مجرم في حق مصر، مجرم في حق الشعب كله، مجرم في حق الفكر، مجرم في حق الحضارة. صحيح. فإحنا عايزين نوصل بقى السكة الحديد تاني، إحنا عايزين الشرايين يعاد ضخ فيها ماء الثقافة، دماء الثقافة، فكر. كل دوت حتى على مستوى أولادنا، أنا ما بتكلمش على مستوى إنه يعني الغير مسيح، لا ده حتى على مستوى المسيح احنا اولاد ما عندهمش ثقافه. صحيح خالص. صحيح. ولا ثقافه اسلاميه ولا ثقافه قبطيه ولا ثقافه ولا حاجه. دوت هيدوب الفروق وهيرجعنا لمصر تاني، مصر اللي احنا نعرفها من زمان اللي احنا فقدناها فتره، واتمنى انه يعني فتره ما تطولش عن كده بقى. يعني احنا محتاجين ان احنا ندوب الكلام دوت. حضرتك الترتيب للرجوع لثقافتنا او تراثنا، سواء كانت ثقافة بقى قبطية أو إسلامية أو فرعونية أو الثقافة اللي كل ده اللي كون الشخصية المصرية، البداية من فين ونعمل إيه؟ وهل وزارة التعليم ممكن يكون ليها دور قوي في هذا الإطار؟ بلا شك طبعا التربية والتعليم ليها معاول كبير جدا وليها دور كبير جدا، لكن أنا أعتقد أن البداية هتبقى من المجتمع المدني.
يعني احنا كجمعيه ابتدينا الكلام ده من بدري. احنا الجمعيه تاسست 2006، يعني حوالي 12 سنه عمر الجمعيه. عندنا حوالي 500-600 عضو. اخواننا المسلمين في الزيارات الاولى ليهم في الاديوره كانوا فاكرين ان الحصن ده في سلاح، وهو دوت الرهبان بيخشوا. لما دخلوا الاديوره وطلعوا الحصون، طبعا كل الاديره بترحب طبعا بالزيارات ديت، واختلطوا بالفكر الرهباني ودخلوا المكتبات وشافوا التراث والاثار، الفكره اتغيرت خالص. صحيح خالص، وبقى هم اللي بيطلبوا زياره اديوره. يعني في معانا اعضاء في الجمعيه يعني هم اللي بيطلبوا، احنا بقى لنا كتير ما رحناش اديوره، احنا بقى لنا كتير ما رحناش البحر الاحمر، فطبعا لفينا اديوره مصر كلها ومساجد مصر كلها، يعني ما سبناش حته ما رحناهاش يعني. لكن الحراك بتقوله ده هو لفئه من المثقفين والمهتمين ومجموعه من الفنانين. ما هو ده دور المجتمع المدني. لو في الشريحه دي توسع وتكبر، ايوه، لو في 10 جمعيات زينا، لو في 20 جمعيه، لو في كل محافظه في جمعيه كده، اكيد الصوره هتتغير. في وزاره الثقافه ليها في كل محافظه اماكن، ليه ما يكونش هو ده الاشعاع او هو ده البدايه؟ امال ثقافه ايه بقى يعني دلوقتي؟ هل الثقافه ان وزير يقود مجموعه من الموظفين؟ مش ممكن. لا طبعا، هو في اتجاه دلوقتي، يعني الدكتوره ايناس بتجاهد انها تعمل شغل جامد، حاجه مشرفه الحقيقه، وجهها مشرفه للفنان العالمي. القصور الثقافة والدور التنويري بتاعها، يعني احنا في إدارة في وزارة الثقافة، إدارة اسمها إدارة الجمعيات الثقافية. الإدارة دي على تواصل معنا على طول، وبنعمل ندوات، بنعمل معارض، بنعمل حاجات، يعني أنشطة كتير بالتعاون معاهم، وهم صراحة يعني تقريبا كل شهر بيتصلوا بينا عشان نعمل معاهم نشاط، والنشاط في يعني في كل حته، يعني ما مش قصر على منطقه معينه او مكان معين، أو لا، يعني شغالين في كل حته. يعني في عهد دكتوره ايناس عبد الدايم، ودي فنانه عالميه، والحقيقه يعني وزاره الثقافه تتشرف ان تبقى هذه السيده العظيمه على راس وزاره الثقافه، يكون في عهدها يبقى في تغيير في هذا النمط، لان الشعب مش هيتغير غير بالثقافه. بالظبط بالظبط. يعني احنا مثلا كجمعيه حاليا بنأسس فرع في اسكندريه. حلو قوي. الجمعيه وزي ما اقول لك، يعني احنا المجتمع المدني هو اللي له دور كبير، يعني احنا محتاجين انه المجتمع المدني يتحرك اكتر من كده، محتاجين نأسس جمعيات اكتر، محتاجين يبقى في وعي باهميه الكلام اللي احنا بنقوله، وده هيعمل ضغط على الدوله، وهيعمل ضغط على الحكومه انها لما تحس ان في حراك، لا ده بقت حاجه مطلوبه، طب نبتدي بقى نبص نعمل ايه؟ نعدل المناهج، نرجع تاني الرحلات، الرحلات اختفت. صحيح. لا بقت الرحلات كلها كوكي بارك وبتاع الملاهي مش عارف المولات الحاجات كده، حاجه تكسف يعني. نرجع الهوايات، يعني ازاي من خلال الفن احيي الهويه. يعني وده مهم جدا، ممكن احنا بنعمله كجمعيه، ويمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده في احد اللقاءات عن المشاريع اللي بتتبناها الجمعيه لتنميه مهارات الاطفال. الموضوع ده مهم جدا، لان انا ازاي بربط موهبه الطفل بالمصريه بتاعته من خلال الفن، من خلال الموسيقى، من خلال الادب، من خلال الكتابه، من اي موهبه احنا بنحاول نستثمرها وننميها. تمام. رسالة أخيرة حضرتك توجهها لكل المشاهدين في كل مكان من أجل التمتع بثقافتنا المصرية الأصيلة وزرعها جوه، يعني جوه وجدان ولادنا من هو أطفال صغيرين. الطفولة هي صانعة المستقبل، وأنا مرعوب من المستقبل، بتكلم بجد، مرعوب مرعوب. أنا اللي بشوف من سلوكيات ولادنا في المدارس وفي الشوارع وفي المولات وفي مراكز التعليم الخاصة شيء مرعب مرعب مرعب. ويمكن أنا كتبت ده على صفحتي على الفيس. أنا أتمنى من كل الأهالي تركز مع أولادها شوية، يعني كفاية بقى
ان احنا ملهيين في الحياة وملهيين في غلاء الاسعار وملهيين في تدبير المعيشة. لا، ولادنا اهم بكتير من كل ده. ركزوا مع اولادكم، نموا مواهبهم، اربطوهم بمصر، لانه في الاخر ده لو ما حصلش لا تعليق، مش عايز اقول ايه اللي ممكن يحصل. بشكرك جدا باشمهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري، وبتمنى فعلا الكلام اللي قلته حضرتك يوصل لكل مسؤول، لكل أسرة، لكل مكان، ان احنا نأصل ولادنا في الأصول والجذور المصرية. ألف شكر لحضرتك على كل كلامك القيم، وبشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا النهاردة في حلقتنا من صباح النور. ان شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد، اشوفكم على خير. صباح النور.